السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بالجميع في التحديث الشهري لعالم Red Dead Redemption Online، واللي راح يبدأ معنا غدا الثلاثاء الموافق 5 مارس وراح يستمر معنا لغاية 1 إبريل الشهر القادم. وهذا التحديث راح يستمر معنا تقريبا 3 أسابيع تزيد شوي، وفي هذا الشهر راح نحصل على دبل كاش وجولد واكس بي على البلاد ماني ابترونيز، وعشان تلعب هذه الابترونيز يجب عليك الحصول على ما يقل 15 كابيتالي، وبامكانك الحصول على الكابيتالي في جميع مهمات المتعلقه بالكابيتالي. وهذه المهمات الرئيسيه الابترونيز عباره عن 3 مهمات فقط، ودبل كاش واكس بي على جميع مهمات البلاد ماني الاخرى، بالاضافه يوجد دبل كاش واكس بي على الفيشرد سيريس. وهذا الشهر راح يكون شهر البلاد ماني، وكنا منتظرين هذا الشهر بصراحة من فترة جدا جدا طويلة، ولكن بكل أسف كانت دبل جولد على فقط 3 مهمات الرئيسية. ولكن روكستار هالمرة قررت أنها تعطينا بوست. وش يعني بوست؟ تعني باللغة العربية انطلاقة أو دفعة، وراح تكون على الإكس بي. إذا كنت تلعب مع عصابة دائمة لازم تكون العصابة هذه دائمة. وكذلك قرروا أن يعطونا بوست على الكابيتالي لوتينج، يعني أي مكان فيه مهمات الكابيتالي بدل ما تلاقي كابيتالي عدد 2 راح تلاقي 4 تقريبا. وكذلك توجد جوائز مفتوحة وما هي محدودة بالأسابيع ولكن بشروط. إذا نهيت أي مهمة من مهمات البلاد ماني الرئيسية راح تحصل على موراليس فيست باللون الأزرق، وبكل صراحة هذا الفيست مطلوب عند الكثيرين ولا يفوتكم. وإذا أكملت أي مهمة من مهمات البلاد ماني راح تحصل على عدد 2 أدوية، بالإضافة إلى 50 رصاصة من النوع السريع. وإذا دخلت مع عصابتك الدائمة في الفيشر سيريس راح تحصل على الجرين بريتو بونشو، والبونشو هي السترة وراح تكون باللون الأخضر. وإذا فزت في أي مباراة في الفيشر سيريس راح تحصل على الحزام الصدري من النوع المزدوج، وراح يكون تحت اسم تانكارباو دبل باندلير. وكذلك بإمكانك أن تنشأ عصابة دائمة مجانا. وننتقل إلى المكافآت الأسبوعية اللي من شروطها يجب عليك إكمال عقد كامل للبلاد ماني، وعادة يكون من 3 مهمات، يعني راح تلاقيها تحت اسم بلاد ماني كونتراكت، راح تلاقيها رقم 1 و2 و3. فإذا أكملت العقد من تاريخ 5 ولغاية 11 مارس راح تحصل على سكاكين مسمومة، ومن تاريخ 12 ولغاية 18 مارس راح تحصل على بنطال باللون الأخضر، ومن تاريخ 19 ولغاية 25 مارس راح تحصل على خريطة كنز تحت اسم The Civil War، ومن تاريخ 26 مارس ولغاية 1 إبريل راح تحصل على الجيتور هات باللون البيج، وهذا الهات جدا مرغوب ونادر، والهات تعني باللغة العربية طاقية. وأنواع مباريات البي في بي هذا الشهر راح تكون كالتالي: من 5 ولغاية 11 راح تكون هاردكور تيم شوت أوت سيريس، ومن 12 ولغاية 18 راح تكون كذلك هاردكور ساندينيس سيريس، ومن تاريخ 19 ولغاية 25 راح يكون هاردكور للببليك انمي، واخيرا من تاريخ 26 مارس ولغاية 1 ابريل راح تكون هاردكور برو سيريس. وننتقل الان الى تخفيضات هذا الشهر. اول ما تتوجه للفنس راح تلاقي تخفيض عدد 2 سبايك على الهايرد جان كيت، ويوجد تخفيض 30% على الموزر بيستول، طبعا هذا البيستول غني عن التعريف، ويوجد كذلك تخفيض 30% على جميع أنواع التحايا. توجه لأقرب مكان ملابس وراح تلاقيها تحت اسم الإيموتس. ومكملين معكم بالتخفيضات، يوجد 40% تخفيضات على الريفولفرز، وكذلك 40% على رصاص الريبيتر والريفولفر، و 40% كذلك على خيول من نوع الورك والرايدينج. وهذه الخيول طبعا هي أصلا رخيصة يعني، وراح تكون جدا جدا رخيصة 40%. وتم إضافة خصم جدا مميز 40% على جميع الأوتفيتات تبع جميع الرولات، وتخفيض 40% كذلك على البيسيفيك يونيون كاب، هذا الكاب يا شباب تلاقونه عند مدام نزار، وأخيرا 40% على التوراس أنجيرو بونشوز، والبونشوز تعني سترة الكتف. وتوجد كذلك أشياء نادرة راح يتم إرجاعها لكتالوج، وهي عبارة عن بوت وهات. وكذلك غدا راح تواجد معنا الأوتفيت الشهري المجاني، وهذه الأشياء راح نستعرضها إن شاء الله بفيديو قادم تحت اسم استعراض الأوتفيت الشهري المجاني. هذا الشهر شوي مختلف، والله من فترة طويلة روكستار ما قررت أن تعطينا البلاد ماني كشهر مستقل، ولكن بكل أسف الدبل جولد فقط على 3 مهمات الرئيسية، وهذا شيء جدا مخيب للآمال. وزي ما انتم عارفين عشان تلعبوا هذه الثلاث مهمات لازم توفروا ما يقل عن 15 كابيتالي، وسابقا كان تريبل جولد، حاليا دبل جولد.
وأخيرا أذكركم بمعيار الدفع بالنسبة للجولد، راح يكون بالضبط مثله مثل البلاد ماني. فلو مثلا طولتوا في المهمة الرئيسية نص ساعة راح تحصلوا على 96 قطعة ذهبية. شهر مختلف ولكن راح يكون جميل لأنه بلاد ماني. لا تنسون من اللايك والاشتراك في قناة الكل جديد، وأشوفكم بالفيديو القادم. تبعوا على صحتكم، في أمان الله.